خلف انزلاق أرضي بورشة لبناء مساكن عدل بسيدي علي ولاية مستغانم خلف وفاة عاملين اثنين وجرح آخر. العاملان يبلغان من العمر 39 عاما و 47 عاما، كان بصدد حفر قنوات الصرف الصحي بعين المكان. صبيحة هذا اليوم 21/12/2020 للساعة 10:16 دقيقة تدخلت وحدة سيدي علي مدعومة بوحدتي سيدي الأخضر والوحدة الرئيسية من أجل حادث انهيار أتربة في خندق. خندق هذا مخصص لقناة صرف المياه. الطول تاع الخندق حوالي 15 متر، العمق تاعو حوالي 6 متر، العرض تاعو حوالي 3 متر. تسبب هذا الانهيار في ضحيتين، في وفاة ضحيتين كانوا مردومين تحت الأتربة جراء الانهيار. نعم، الضحيتين تتراوح أعمارهم ما بين 39 سنة و 47 سنة. تم استخراجهم ونقلهم وإجلاؤهم من طرف مصالحنا إلى المستشفى الاستشفائية بدائرة سيدي علي. الضحية الثالثة زميل لهم أصيب بصدمة من جراء الحادث، اكتشف الزملاء تاعو واش صرا لهم، أصيب بصدمة لحقنا عليه في اول الوهله، هو اللي لقينا في عين المكان. درنا له اسعافات اوليه في عين المكان وتم اجلاؤه الى المستشفى سيدي علي. العمليه كامله دامت حوالي ساعه و40 دقيقه.